وللمزيد ايضا ينضم الينا عبر سكايب من برلين فايق ديلو المحلل السياسي. سيد فايق، برحب بحضرتك على شاشه اكسترا نيوز. كيف تقيم الهزيمه التي يتلقاها اردوغان من الجيش السوري واستعاده السيطره على الكثير؟ ربما نحن على مشارف القول ان المعركه باتت محسومه. نعم، تحيه لك اخت ندى ولمشاهديك ولقناتكم الكريمه. الان موضوع إدلب وما يجري الآن في منطقة محافظة إدلب من قبل دولة تركيا والتسارع إلى ما هنالك. بداية، أنا باعتقادي وبرأيي أن الاتفاق بين الدولة الروسية وبين الدولة التركية أردوغان أو الاتفاقات أستانا وسوتشي وغيرها هي على باعتقادي انها وصلت الى على ما اعتقد هناك وصلت الى بعض التوترات، ولكن لنعلم جيدا ان سواء كان اردوغان ومرتزقته او الدوله الروسيه وكل واحد متفقون الى حسب تحقيق مصالحهم. ولكن هنا هذه التصريحات وما يجري الان في ادلب، تحرير ادلب، بات واضحا ان نظام الجيش السوري يتقدم وتقريبا بال 170 تحت سيطره النظام السوري. ولكن هنا ما يتطلبه هذه التصريحات، هذه التوترات في الان، هو اردوغان يريد ان يرضي مرتزقته. فلنعلم جيدا ان قبل هذا اردوغان اراد ان يتخلص من هذه الاداه المرتزقه، وبعباره اخرى اردوغان انه ينظر بمنظارين، هناك مرتزقه مدلله من الاخوانيين، فاراد اردوغان ان ينقذهم ويلاقي لهم مكانا اخر كما شاهدنا بدخولهم الى ليبيا. ولذلك الآن أنا باعتقادي ما يجري الآن في إدلب هو رسم خرائط جديدة، وتم الاتفاق عليه. فلنعد إلى الوراء أن في شهر حزيران 2019 عندما حصل مؤتمر في إسرائيل، كان المسؤول الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي الروسي والإسرائيلي موجود. تم رسم ما يجري الآن في إدلب، هو تم رسم الخرائط مسبقا وهو النزاع والنقاش عليه. نعم. طيب سيد فايق، يعني الكثير من التقارير الأممية تتحدث وتشير إلى الكثير من المدنيين الذين يتم استهدافهم في هذا الاقتتال أو القتال، يعني ومن جهة أخرى أردوغان مستمر في انتهاك سيادة الأراضي السورية، يعني تعقيبك على ذلك؟ أنا باعتقادي هو السيطرة على السيادة أو غيرها. فلنعلم جيدا، أنا باعتقادي أن ماذا يطلب أو ماذا يريد أردوغان من سوريا والدولة السورية والملف السوري. إنه ما يتمناه أردوغان هو أولا هو التغيير الديمغرافي، والتغيير الديمغرافي أيضا الدولة السورية تتغاضى أيضا لمصالحها بالتغيير الديمغرافي. وثانيا، إن ما يريده أردوغان هو ضرب المشروع الديمقراطي الموجود الآن في سوريا، خاصة تحت رياض قوى سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية. أردوغان يريد ضرب هذين المشروعين، لذلك الآن نرى طوابير من الهجرة من إدلب يهاجرونهم. أردوغان يغلق الحدود أمام قسم ويفتح أمام قسم. أذن أردوغان هو كل ما يريده هو التغيير الديمغرافي كما رأيناه في عفرين ورأس العين وطلع. ولكن ربما سيد فايق تقدم الجيش السوري يضيع عليه الفرصة. هو أنا باعتقادي يضيع، أنا باعتقادي أن لا يضيع الفرصة، لأنه المخطط الآن المتفق عليه هو السيطرة على ما نسميه في الإعلام دائما هو إنفو 5 وإنفو 4، الطريق الدولي الذي تربط بحلب، لاذقية، دمشق إلى هنالك. لماذا؟ لمصالح اقتصادية بحتة. فلذلك الآن أردوغان هو، وإلا الآن قوة النظام الدولة السورية تتقدم نحو سراقب،
الآن فقط نقاط المراقبة دولة تركيا خلف الدولة السورية، كيف يتم هذا؟ إذا الاتفاق أو الخريطة التي تم الاتفاق عليه هو جار على قدم وساق، وكل هذه الادعاءات وكل هذه التهديدات أردوغان إلى ما هنالك هو إرضاء للمرتزقة ليستعملهم أداة أخرى. دعيني أوضح نقطة أخرى، تفضل. أن دولة أردوغان ومرتزقته إخوانية في عام 2020 إنهم بدأوا بعد أن فشلوا في كل المؤامرات سواء إقليمية وضمن عبر القوات الإرهابية فشلوا. الآن هم أمام مخطط جديد، هو تشكيل إعادة تنظيم الإخوان المسلمين وتجييشهم عبر قضية القدس، هذا ما نراه في أول الأخيرة. فلذلك أنا باعتقادي أردوغان هما يريده هو حماية مرتزقات الإخوانية المدللة أن يؤديهم إلى مكان آمن، وهم آداة بيده ليستغل أمامه دوليا وإقليميا. نعم. فلذلك بالنهاية فأردوغان سيبقى خاسرا، وأنه يريد أولا إصلاح داخل التركي وإرضاء مرتزقته ولا ما نعم. هنالك، يعني وإنه لم ينجح كما تفضلت في النهاية سيبقى أردوغان خاسرا ولكنه يصر على تنفيذ استراتيجيته. هنا السؤال، هنا يعني الدور الذي يقع على عاتق المنظمات الدولية والمجتمع الدولي مما يحدث من انتهاكات تركيا في سوريا، هل هناك بدت انتهاكات أردوغان لم يبقى مخفيا على العالم؟ هو أكثر الآن من المعيب جدا كل المؤسسات الدولية التي كان لها أسام ولها هيبة وكان العالم تحسب حسابه. على سبيل المثال لو تكلمنا على الحلف الناتو، الحلف الأطلسي، الحلف الأطلسي من الذي جعل الشرخ الكبير بين حلف الناتو وخاصة في قضية ليبيا؟ الآن كل الحلف بدأ قوة الدول الحلف الناتو الآن مقابل بعضهم البعض. على سبيل المثال فرنسا، تركيا، إيطاليا، يونان، ما الذي فعل هذه السياسة؟ أردوغان هو استطاع أن يلعب بسياسة الاستفزازية بين كل المؤسسات الدولية. الآن ليس للمؤسسات الدولية أي اعتبار. يعني إذن ألا يوجد رادع لأردوغان وسياسته التدخلية في المنطقة؟ نعم، هو يجب أن يكون موقف الدول موقفا رادعا لإيقاف أردوغان. على سبيل المثال فلنرى عندما عضو برلمان في الاتحاد الأوروبي عندما مزق علم التركي، فأردوغان هنا ليس هو القوة الدولية وحده، بل علينا نحن كمان قوة في الشرق الأوسط وخاصة الدول الإسلامية. عندما أردوغان مزق علمه وقال إن الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي بدأ يعادي الدين الإسلامي، فهنا يجب علينا أن نعلي أصواتنا. هل أردوغان ومرتزقته يمثل ديننا وعقيدتنا فعلا؟ فلازم يجب أن نتحرك، أن نتحرك بجانب القوى الدولية حتى تكتمل القوتين ويكون رادعا قويا لأردوغان وسياسات الإرهابية الإخوانية. نعم، السيد فايق ديلو المحلل السياسي كنت معي عبر سكايب من برلين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.